الندوات العلمية ومؤتمرات النقاش تعد من المنابر التي تزيد من وعي الجماهير وتبحث عن حلول للمشكلات العالقة، فكرة اعتمدها مركز المنى الثقافي. ويأتي هذا المؤتمر النقاشي الذي عنون له بكوفيد-19 التحديات والآثار الاجتماعية والاقتصادية. أحيا المؤتمر النائب البرلماني غالي غاتاغوتي والاقتصادي محمد زين علي زين والكوميدي ماجي تانغار روانفانتير. وبعد تعريف الحالة المرضية بالبلاد، عرض الاقتصادي محمد زين علي زين الآثار الاقتصادية للفيروس، وقال إن هذا الوضع من الصعوبة تخطيه في فترة وجيزة دون تضافر الجهود ومشاركة كافة القطاعات، وأشار إلى ضرورة مساهمة المنظمات ووضع خارطة جديدة للعالم ما بعد كورونا ومساعدة بعض الدول ذات النظام الاقتصادي الحش للتعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاجتماعية. أما المداخلة الثانية فكانت للكوميدي ماجي تانغار روانفانتير الذي سرد مشكلات الفن في البلاد وكيف أثرت أزمة كورونا على حياة الفنانين وإبداعاتهم، ودعا إلى ضرورة دعم هذا القطاع وتحسين أوضاع الفنانين ومنحهم مظارف مالية دون الحد من حريتهم. هذا المؤتمر كان فرصة للمشاركين لطرح بعض القضايا المتعلقة بإدارة الأزمة الصحية وعدم التوزيع العادل للمؤن الغذائية التي خصصت للشرائح الضعيفة للمجتمع حسب ما ذكره بعض المعقبين.